ده يخليني انتقل معاكي النقطة استاذه هاله قلتيها في خضم حديثك عن اليقين. يقيننا احنا كمسلمين بنصر ربنا انه جاي، جاي دلوقتي ولا جاي بكره ولا جاي بعد سنه، ولكن انا عندي يقين ان النصر جاي. طيب خليني بس اعلق على الفيديو عشان ما اثر فيها نفسيا جدا. اتفضل. موضوع صلاه العيد، العيد هو الصلاه على فكره، يعني تسالي كل الاخوات كل النساء في مصر بالظبط العيد رحت صليتوا العيد وانت حضرتوا العيد، وبعدين كانوا يفضلوا يمشوا فينا بقى علشان ايه خلاص عايزين يقفلوا المصلى. لكن صراحه صلاه العيد لها رونق ولها نوع من انواع حتى العزه للمسلمين. هو انا مش هينفع اتكلم على يقين الا لما اقول لك مظهر العزه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال تمشوا من طريق وانتوا راجعين ارجعوا طريق تاني، وانت رايح بتكبر وبتقول التكبيرات بتاعه العيد عزه للمسلمين واظهار سمت العزه. ده جزء يعني. في الغربه انا بحبش اقول غربه صراحه، بحب اقول مهجر، لان هي طلوعنا كان هجره الى الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى يردنا على عز ونصره وخلافه يا رب. اللهم امين. اللهم امين. ده جزء. الجزء اللي بتاع ان الناس في المهجر عدد كبير، عدد كبير جدا، وبنشوف ناس وبنشوف اتراك بيصلوا جنبينا وناس من جنسيات ثانيه مش عارفه جنسياتهم ايه. صحيح يعني ما زلنا الى حد ما بنتلخبط في الصلاه معاهم، لان هم بيصلوا في حاجه ثانيه، ولكن احنا مكملين برضه هنتعلم. لا الواحد بيعمل زيهم وخلاص، بس هو الفكره فعلا فرحه الوجود وفرحه كده. احنا النهارده فرحانين في الاستوديو عشان احنا مع بعض. صحيح. فرحه التجمع ذات نفسها هي دي المسلمين مع بعض. طب احنا عشان احنا مع بعض هنا مبسوطين فرحانين، طب احنا لما هنسيب بعض كل واحد فينا هيروح في مكانه وبيته، هيقعد يجيب في الاحزان ويقلب عليها. ده اليقين بقى يا استاذه. انا هديكي بشره جميله جدا ان شاء الله بعتها لك سكرينه. الحلقه بتاعه العيد بتاعه العيد اللي فات لقيت زوجة شهيد وزوجة محكوم عليه بالاعدام. بعتني بيقولوا الحلقه دي اثرت فينا جدا. كنا بنتكلم عن عباده الفرح لو نفتكر. أيوة. عباده الفرح وازاي احنا مأمورين بيها، وقسمنا الفرح وانواع الحزن، وقلنا لازم مأمورين فرضا ان احنا نفرح بالامر. نفرح بالامر معنى اليقين اللي انت بتقوليه. هو هنفضل كده؟ ما هو الدنيا ما احنا شايفين نصر، واللي قالته استاذه اشجان بتقول ما هو احنا يأسين وبيأس اللي جنبه وحزنان وعايش في كآبه ضر. بصي اسمعي الايه. فلما آيس، نفسي الناس تفهم الكلام، فلما آيسون اتاهم نصرا. معنى آيسون دي انا عايزه كل بيت من بيوت المصري الحزين او اللي فقد شهيد او اللي عنده اي ابتلاء يعرف يعني ايه آيسون. يعني الله سبحانه وتعالى بلطفه وبرحمته، شوف احنا ازاي بنقول قتلونا وحرقونا وعملوا فينا وسووا فينا واحنا هننتقم ورب القصاص وكذا. الله لطيف حتى بدون، حتى بدون. اسمعي امتى اتاهم نصرنا الجميله اللي احنا عايزينها ونحضرها دي؟ يعني ايه آيسون؟ يعني لما مفيش واحد فقط من العباد يبقى في معسكر الباطل يروح لمعسكر الحق. هنا ما زال الى وقتنا هذا، والساعه اللي انا بكلمك فيها ناس بترجع. فالله عز وجل من لطفه وعدله كمال الحكمه وكمال الفعل في افعال الله وفي صفات الله ان ما يطلع واحد من اهل الباطل يعرف الحق. انا انتوا كان عندكم حق، انا كنت أن مغمى علي ده كان صح، احنا فوقنا. لما خلاص ما فيش اهل الباطل خلاص بقى هم دول لا يمكن واحد هيطلع منه، واهل الحق اتاهم نصر. ده اليقين. اليقين في موعود الله. هو اصحاب الاخدود شافوا نصر؟ لم يروا نصر اصحاب الاخدود. ولكن ايه اللي حصل؟ انتصروا حاجه من ثلاث انواع من انواع النصر، منها النصر المبدئي والنصر الاستحقاقي والنصر التكرمي يعني والتفضلي. يعني مش معنى ان انا عندي يقين بنصر ربنا انه جاي ان خلاص خلاص يا جماعه انا عندي يقين، بس النصر انا عايزه بكره. طب انا عايزه فتره قريبه. لا مش بتاخر ليه؟ أتأخر ليه؟ يعني انا طالما عندي يقين يبقى انا خلاص النصر لازم يبقى يجي بسرعه. ده مقابل اليقين. ده مش بتاعتي. امتى؟ دي بتاعته. يقدر المقادير ثم يوقت المواقيت ثم يسوق المقادير الى اوقاتها. كلام ابن القيم ماليش دعوه بالكلام ده. دي من معاني اسم الله الرب. تمام. فانا بتاع امتى دي بتاع؟ لكن اللي عليا افرح، اعمل اللي عليا، افرح اولادي، اخد بكل اسباب ادخله في السلم كافه، اخد بكل اسباب الطاعه اللي انا ماموره بيها. تمام. طيب خلينا